بكم مشاهدينا مرة أخرى. التغطية الإخبارية ما زالت مستمرة معكم على إكسترا نيوز، وأعود مرة أخرى لاستكمال هذا اللقاء مع الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. دكتور أيمن أهلا بحضرتك مرة ثانية. ويعني وزير الكهرباء في روسيا الآن يراجع على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي جدول سير الأعمال فيما يتعلق بمحطة الضبع، ما هي المحاور التي يراجعها مع الشركة الروسية؟ طبعا هو يعني في نقاط مهمة جدا، ما تم إنجازه بالمقارنة بالجدول الزمني، الخطوات القادمة، يعني ما تم الوصول إليه فيما يخص بالتصميمات، الأشياء الفنية المتصلة بها، بالإضافة إلى يعني الفترة القادمة بالنسبة للتعاقدات مع يعني بين الجانب الروسي وبين الشركات اللي هتخش تبدا تنفذ الجزئيه ديت. هو يعني في الملخص كده هو اعداد لما سيكون في الفتره القادمه ومراجعه لما تم بالنسبه لي للجدول الزمني. ده مهم جدا ان احنا زي ما حضرتك اشرتي، ده يعتبر اول محطه نوويه لمصر، ففيه اهتمام كبير جدا يكون على اعلى جوده باعلى يعني معايير الامان والمقاييس العالميه على مستوى العالم. طبعا زي ما ذكرت منذ قليل ايضا دكتور ايمن ان وزير الكهرباء بيراجع يعني العمليات الدوريه في المحطه والتعاقدات مع الشركه الروسيه، هل هذه المراجعه بتكون بصوره دوريه؟ بالفعل. يعني زي ما يعني كنت اشرت حضرتك ان احنا في دايما في زيارات متبادله ما بين الجانبين، بالنسبه للجانب الروسي وكمان الجانب المصري. هيئه المحطات النوويه في مجهود كبير جدا بتقوم بيه دائما وابدا، في تقارير دوريه واجتماعات مع معالي الوزير عشان يقف على مستجدات الموقف، في متابعه لكل صغيره وكبيره. احنا الحمد لله احنا يعني كل التعاقدات، الاربع تعاقدات اللي موجوده الخاصه بالبناء، التصميم، التشغيل، توفير الوقود، بالنسبه للوقود المستنفذ ماذا سيتم فيه، يعني كل ما يختص وما يتصل به المحطه كان تم الاتفاق عليه وكان منتظر شهاده البدء. ولكن المتابعه مهمه جدا، ويمكن مع الوزير يعني ما بيتابعش البدء بس، بيتابع الكل طبعا، بس ده طبعا ليه اهميه كبيره جدا طبعا. طب يا فندم، يعني ايضا نتحدث ونوضح للمشاهد الخبرات المتبادله بين الجانبين، يعني الجانب الروسي بماذا يشارك في هذه الاتفاقيه او في محطه الضبع، والجانب المصري ايضا؟ احنا في اهتمام كبير جدا بالنسبه للجانب المصري، اول حاجه لتوطين ما يسمى الخبره النوويه في مصر. وطبعا يهم طبعا الجانب الروسي ان تكون الخبره ديت خبره روسيه. عندنا احنا الحمد لله من الخبره ومن العقول يعني الممتازه جدا في هذا المجال، ولكنها كانت يعني بتسعى دائما ان يكون في مجال تطبيقي لهذه الخبره. بالاضافه الى هناك مدرسه الضبعه الفنيه النوويه، وده شيء مهم جدا لاعداد الكوادر الفنيه، مش بس عشان تخدم مصر، لا تخدم المنطقه بالكوادر المختصه بيها. في تدريب كمهندسين وفنيين في روسيا وهنا. كمان في نفس الوقت في نسبه تصنيع محلي تم الاتفاق اليها ان هي تبدا بحدود حوالي 20% وتتزايد تدريجيا حتى يعني لغايه استكمال الاربع مفاعلات تصل حوالي ممكن 30 او 35%. دي نسبه كبيره جدا ان احنا اول مره نخش في المجال النووي، وبالتالي ده بيتطلب ان يعني اعلى مستويات الجوده او مواصفات الجوده على مستوى العالم. الحمد لله احنا عندنا من التصنيع المحلي والخبرة المحلية طبعا للتصنيع كبيرة جدا. بالإضافة لشيء مهم جدا وهو ان المنطقة المحيطة يعني دايما بتنظر لمصر ان هي ديت الخبرة اللي بتستقي منها كل احتياجاتها بالنسبة للكوادر الموجودة والعقول وحتى التصنيع، فبالتالي التوطين الخبرة دي في مصر مهم جدا للمنطقة المحيطة. يعني أيضا البعض يتساءل لماذا وقع الاختيار على الجانب الروسي تحديدا في يعني هذا الموضوع أو في ملف الضبعة؟ هي كانت يعني كان مناقصة عالمية، كانت يعني كل المشاركين أو كل يعني المختصين بهذا المجال دخلوا فيها، في يعني بلدان كتير دخلت فيها،
وعروض كتير. تم يعني التعامل بدقة شديدة جدا وبشفافية وبصدق مع كل العروض اللي تقدمت، وبالفعل يعني بحقيقة كان أفضل عرض بالنسبة لي للمتطلبات المصرية، بالنسبة للأمان، للتمويلات، لكل ما يختص بالجزء العرض دوت، كان أفضلها الروسي. والجانب الروسي الحقيقة كان في تنسيق وتعاون كبير جدا مع الجانب المصري، ويمكن يعني إلى الآن الحمد لله في برضه تنسيق واهتمام على فكرة كبير جدا بين الجانبين لنجاح التعاون دوت، علشان ده برضو انطلاق ل يعني او توجيه النظر ناحية طبعا الخبرة الروسية، طبعا خبرة كبيرة جدا بالنسبة للمنطقة. خلينا كمان نتكلم يا دكتور عن اشكال المزايا المقدمة من روسيا في ملف بناء السد او المحطة النووية في الطبع. هو طبعا يعني افضل العروض المقدمة كسعرا، يعني كمان في نفس الوقت اعلى درجات الامان، اعلى تكنولوجيا موجودة حتى الان. في اهتمام كبير جدا بالتدريب الكوادر الموجوده، في اهتمام كبير جدا بمشاركه المصنع المحلي، كمان في نفس الوقت الجدول الزمني المختص بتنفيذ هذا المشروع، الجانب الروسي مهتم جدا جدا ان هو يقوموا بحذافيره زي ما بيقولوا. كمان في نفس الوقت في اجهزه يعني رقابية هتبدأ أو بدأت إن هي في تشريعات معينة تمت، كل ده بيساعد في إن يبقى بالفعل تبقى إن شاء الله تبقى تجربة ناجحة كما تعودنا في الكهرباء دائما يعني الحمد لله. نعم دكتور أيمن، يعني هذا من جانب، من جانب آخر يعني إذا تحدثت عن تميز هذه التجربة تحديدا، ما هو الموقع الذي ستكون فيه مصر على خريطة الطاقة العالمية يعني بعد بدء العمل في محطة الضبع؟ هو الحمد لله احنا يعني حاليا العالم كله بينظر لمصر بما يخص الطاقة بنظرة احترام شديد جدا جدا، مش بس بالنسبة للضبعة بس، لا ده بالنسبة كمان للطاقات المتجددة، بالنسبة للطفرة اللي تمت على شبكات النقل والتوزيع. هناك كمان يعني تزامن مع النظرة العالمية للربط، احنا يعني ماشيين في هذا المجال بقوة كبيرة جدا، في تعاون مع الشركات او المنظمات العالمية للربط الدولي او الضبط العالمي، كمان في نفس الوقت في مشروعات برضو بيتم حاليا بتتزامن او تتوازى مع المشروعات زي الضبعة او الطاقات المتجددة، زي مشروع الضخ والتخزين، ده من ضمن المشروعات العملاقة جدا في جبل عطاقة، بيتكامل مع الطاقات الناتجة من المشروع النووي ومن الطاقات المتجددة. الفكرة بتاعته ان هو عند اتاحة الطاقات ديت بيتم رفع المية لمستوى عالي يعني حوالي 600 متر، وبعد كده عند الاحتياج اليها بيتم نزول المية ديت انتاج حوالي 2400 ميجا. وبالفعل كان في اتفاقية اطارية في زيارة سيادة الرئيس للصين الاخيرة ومع شركة يعني عملاقة من أكبر الشركات الصينية في هذا المجال، شركة ساينو هايدرو، فيعني بالإضافة إلى شبكة نقل على الجهد الفائق بتمر أو عشان تساعد في تفريغ القطرات الناتجة من المحطة النووية. الحمد لله احنا يعني في الكهرباء دائما وأبدا بنتناول أي خطة احنا بنخش فيها أو أي مشروع باسلوب علمي بنظره مستقبليه واضحه عشان ان احنا نبقى نغطي كل المناطق ان شاء الله. طبعا احنا عارفين يا دكتور ان في عمليات تدريب وتاهيل للذين سيعملون داخل المحطه، وان المحطه توفر 12,000 فرصه عمل تقريبا، هل بدات عمليه التدريب والتاهيل فعلا؟ يعني هو بالفعل زي ما كنت بقول لحضرتك ان احنا على الجانب الفني في مدرسه الضبعه بدات من العام الماضي واستقبلت عدد من الطلبة وعلى أعلى مستوى سواء يعني فني أو دراسي أو حتى بدني. كمان في زيارات بالنسبة لي للفنيين والمهندسين وللكوادر الموجودة، يمكن الفترة القادمة هيبقى في أكتر في البرامج التدريبية ما بين الجانبين. كمان في نفس الوقت زي ما حضرتك أشرت ودي نقطة مهمة جدا، منطقة الضبعة نفسها هتشهد طفرة كبيرة جدا، ويمكن حاليا أعمال ضخمة جدا بتتم في فرص عمل
يعني مباشره وغير مباشره خاصه بالمنطقه، هتخدم المنطقه وتخدم مصر كلها ان شاء الله. نعم، برضو خلينا يا فندم نتساءل، يعني ما هي المرحله الفاصله والمؤثره في عمليه بناء محطه الضبعه، واللي هينتهي اول مفاعل منها او دخول اول مفاعل منها 2026؟ يعني لو حضرتك تقصد ان احنا الجزء الخاص ب يعني المشروعات يعني الثانيه، لا يعني امتى سنبني ثمار هذه المحطه؟ يعني على انتهاء، طبعا هي الثمار بتاعتها كطاقه ان شاء الله بعد انتهاء الاربع مفاعلات، كدخول مصدر جديد في مزيج الطاقه، وبالتالي ما يبقاش اعتمدنا على مصدر واحد، ده شيء مهم جدا برضو بعد اتمام المفاعل الرابع او الاربع مفاعلات. على الثمار، من ضمن الثمار برضو ايضا التطوير اللي هيتم في المنطقه كسياحيا وحضريا ويعني وفرص عمل كمان. في نفس الوقت الثمار اللي موجوده يعني في هيئات هتبقى تعتبر بيت خبره للمنطقه المحيطه، وده مهم جدا كمان. في نفس الوقت يمكن النظره المستقبليه هي ان ما يبقاش في مفاعل فقط واحد او محطه واحده، لا في اكتر من محطه، وفي المناطق اللي هي المقترحه موجوده ومحدده. نعم، الحمد لله، يعني في خطط استراتيجيه مستقبليه علشان ما يبقاش محطه واحده اكتر من محطه، وبالتالي يبقى انا عندي الخبرات اللي ممكن تساعد في الفتره القادمه او المحطات اللي جايه. كمان في نفس الوقت عندي من التصنيع المحلي اللي هو ممكن يساعدني في الفتره القادمه باذن الله. نعم، اختم معك بهذا السؤال دكتور ايمن، يعني على هامش هذه الزياره التي يقوم بها السيد الرئيس ويرافقه فيها وزير الكهرباء محمد شاكر، هل نتوقع اي اتفاقيات اخرى مع الجانب الروسي فيما يتعلق بمجال الكهرباء والطاقه؟ واحنا طبعا احنا منفتحين على العالم كله بالنسبه لاي تعاقدات، ولكن احنا استراتيجيتنا واضحه جدا، الخط اللي احنا ماشيين فيه واضح جدا. يمكن يعني الحمد لله احنا دلوقتي بالنسبه للجانب الجزء الانتاجي في طفره كبيره جدا، كل ما نتطلع اليه حاليا تطوير شبكات النقل والتوزيع والخدمات الموجهه لكل المواطنين، فبالتالي يعني والطاقات المتجدده ده شيء مهم جدا، واحنا يعني منفتحين على العالم كله، اي تعاقدات احنا مستعدين ليها. انا بشكرك جدا يا فندم الدكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء، شكرا جدا لحضرتك. شكرا مشاهدينا، شكرا موصول لكم ايضا على حسن المتابعه، القاكم على راس الساعه القادمه في نشره اخباريه مفصله على اكسترا نيوز، ابقوا معنا.